هذه بسرعة. هذه. شكرا جميلين والله. قربوا في السورة، قربوا في السورة، قرب. إيه الله يرحم والديك. يا أخي، يا أخي اللي فوق صوروني تحت الأمر أنا الله يشكرك. الله يسهل عليك. عليكم السلام ورحمة الله. اذا صباح الخير على كل المتابعين ومتابعات قناه شوف تي في من خلال هذا المباشر. اليوم حنا تنتواجدوا عند يعني الشريف ديالنا السي توفيق كما تشاهدوا معنا بائع يعني النعناع كما تتابعوا معنا من خلال هذا المباشر. تعرفوا الاهميه ديال النعناع والدخلت وبطبيعه الحال هذا الاعشاب بطبيعه الحال في المائدة الرمضانية وكذلك في مائدة الإفطار بالنسبة للمغاربة بصفة عامة. احنا اليوم بقلب ساحة جمعتنا باش اننا نقربكم الأثمنة ديال النعناع وكذلك ديال الدخلت والناس اللي تفضلوا انهم الأتاي يعني يعني بالرتاتي خصو ضروري من الوجبات المهمة في الإفطار في شهر رمضان. فاليوم احنا عند الشريف هنا بصح جمعتنا باش نقربكم شويه من الاثمنه ديال 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 يعني الدخلت والنعناع يعني انواع ديال النعناع سواء البروس سواء السلميه سواء يعني الفليويه وكذلك يعني العاديه يعني النعناع العادي كلهم هادو الانواع اللي تيكون عليها اقبال بشكل كبير شهر رمضان. فاحنا نتسناو بطبيعه الحال الشريف من خلال هذا المباشر باش يقربنا من الانواع اللي متوفره في هذا الشهر رمضان شهر الفضيل. وكذلك تنشوفوا تبارك الله الخير موجود والحمد لله في هذا الشهر هذا يعني فيما مشيتي تتلقى الخير موجود والحمد لله. يعني تنشوفوا ان الانواع هنا للسلميه للدوش يعني كل شيء متوفر يعني الدخلت كله متوفر الحمد لله. وهذا هو الامتياز دائما في البلد بلادنا بلاد الخير بلاد العطاء كما هو مألوف بالنسبه لنا متتبعينا. اذا هذه نحاول نقربكم الاثمنه وكذلك يعني الوفره واش كاينه وفره هذه السنه هذه بالنسبه لهذا الشيء ديال يعني الخلط وكذلك النعناع بصفه عامه من خلال هذا المباشر. لاننا نقربكم من يعني واش الثمن تعرفوا ان الاسعار تزاد بشكل كبير في هذا الشيء فيما يخص المواد الاستهلاكيه سواء يعني المواد الاستهلاكيه سواء يعني الخضر والفواكه وكذلك واش كاين شي زياده بخصوص يعني هاد يعني النعناع واش كاين تا هو كاين شي زياده بالنسبه لي ولا ما كايناش. هاد الشيء كل شويه نخلو على لسان الشريف ديالنا هو اللي غادي يقربنا من الاثمان الاثمان ديال السوق والسوق اش يعاود يعني واش السوق متوفر فيه الجوده بطبيعه الحال والانواع ديال السلع اللي متوفره بطبيعه الحال في هاد الخصوص هاد المساله. هذا الشيء كل شيء من خلال المباشر غادي نستمعوا ليه معنا متتبعينا متتبعي قناة شوف تي في. الله يسلمك الله ما يسلمك. كل شيء هو هذاك الله يفرجها من عنده. هندوزو عندك من هذا الشيء صاحبي خدمة الشريفة كده راه صحيحة بعدا. اليوم ما كاينه برد تاتي اجي سي محسن كاينه غير مرادة ديانات ها؟ كاينه غير مرادة تفضل يا خويا سيدة تسالي بعدا 2068 خلينا تشوف بعدا الامور ديالك
يعني دروك كاينين النواع كلها هما ديال ديال النعناع كلها هما بعدا كاينين هنا. إذا كما تابعتوا معنا متتبعينا فحنا كنحاولوا نقربوا لكم من الأشكال والأنواع ديال النعناع. كما تشوفوا الحمد لله أنه كان الخير موجود زعما تشوفوا بأنه هذا النعناع العادي يعني وكاين ديال مراكش كاين ديال مراكش حتى هو كما هو معروف كاين يعني كاين ديال يعني كاين ديال النواحي ديال مدينة مراكش. ماشي كلشي هادو مسائل هادو نقربوكم منها خلال هذا المباشر لانه بطبيعه الحال هو خدام ما شاء الله يعني تبارك الله كنعرفوا انه في هذا الشهر الفضيل يعني الناس كاين الاقبال على هذا النعناع بصفه عامه. الشرفه مرحبا بك معنا. السلام عليكم تشكروا شوف تي في الله يكبر بك تشكروا الشباب الله يكبر بك. قربنا من نواع شنو هما اللي كاينين النواع ديال النعناع هذا السنه؟ النعناع كاينين اربعة ماركات خمسة ماركات كاين العبدية والفلوية والعادية وبروج وتيزنيت. نعم وهي كل شيء محلي كل شيء يطرح وريكا الحمد لله محلو تبارك الله ما شاء الله. بالنسبة للخليطة نعم كاين السلمية كاين مرتوش العطرشة النعناع الصوفي فليو الشيبة كل شيء موجود الحمد لله اللهم لك الحمد. نعم الحمد لله. ودروك شكون اللي تيكون عليه الإقبال بزاف بالنسبة للنعناع؟ دابا الناس التخليطة دابا وقيتها كل شيء تشرب التخليطة. حنايا اللي تيشرب النعناع العادي. نعم. دابا التخليطة. نعم. والنعناع التيزنيت. نعم. وبالنسبة للعادي من النعناع العادي واش كاين شي شوية الإقبال عليه في هذا رمضان ولا واش؟ شوية. ايه هو بزاف تيتمشى دابا حاجه اللي فيها الريحه بحال النعناع فليو بحال البروج بحال العبدي تيتمشى. حيت هذوك فيهم فيهم تاع النسبة. دابا المواطن تيبدا يتشهى. نعم. لا لا لا. نعم. كي داير الامور في رمضان واش كاين شي اقبال كثير؟ كاين شي اقبال كثير في هذا رمضان؟ بخير وعلى خير الحمد لله بنادم عايش. الحمد لله. وبالنسبة للويزا وبالنسبة ل كاين الويزا كاين التخليطة يابسة كاين هنا وهذا الشيء تيتعاود ثاني دوك الناس اللي غاديين على برا. كاين هنا يابس. نعم كلشي كاين يابس كاين الزعتر كاين فليو. نعم تيتيو الناس اللي خارجين على برا. نعم وكاينين اللي صحاب البلاد تيتيو صحاب الشمال صحاب التربيطة تيتيو والرباط. نعم بزاف الناس ديال الجالية هما اللي تيجيو تياخذوا تيشان. لا حتى الداخلين حتى الشمال صحاب الشمال والرباطيين والبيضاء تيتيو. علاش تيجيو الناس ديال الشمال؟ لا هو تيتيو لمدة طويلة تيبقى بحال تيكرة الويزة تيبقى حتى عام عامين ما يقصش الماء. نعم ما شاء الله. لا 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 ما شاء الله. وبالنسبة للأثمنة يعني الأثمنة مناسبة كلشي تيشرب كلشي تيشرب كلشي تيشرب بحال مول درهم بحال مول خمسة درهم بحال بحال الحمد لله المستطاع ديالو اللهم قول لي المهم هو اللي شحال ما يتزاد تيبقى في ثمنه اللهم لك الحمد من هنا معروف في مراكش الحمد لله والله الله يفرج من عنده يعني يعني ما انا بالنسبة للمغاربة نقول له والله مراكشي بأنه ما يخافوش كاين التخليطة وكاين النعناع كلشي موجود وكاين الجودة وكلشي موجود المحلو وكلشي ديال تسلطان تراكوريك هذاك الشيء مبرع الله يكبر بك الله يسلمك شحر ولا برع صافي ما كاينش شحر ما كاينش شحر سميتو في نظرك شكون انت فاش بتنصح الناس بالنسبة في اتاي يعني شي اشنو من الماركه اللي استعملها؟ خويا هذاك الشيء تيبقى كله جهد الانسان كله وجه يتشهى نعم كله باش يعمر نعم كله باش يجي لا شنو تيحيد العطش شنو تيحيد العطش؟ هو تيحيد العطش هو ما يكونش مشاكل تيحيد العطش لا عرفتي هو تيحيد العطش في رمضان نعم فهمتي هو خير من العصير وخير من سميتو ولا دابا كله عشق كله عرفتي شي عشق لا واش المراكشيين شي يفضلوا النعناع العادي ولا هو المراكشي الا كان الحال البارد تيعمل لك اتاي وتيدير لك التخليطه فهمتي دابا بحال دابا الحال البارد التخليطه نعم تيعمر بالتخليطه النعناع عادي تيكون بارد سميتو نعم ما يعطيش لوكو نعم وما دروك انت باش تنصح المغاربه شنو واش يستعمل دابا المغاربه اش يدير واش يدير النعناع ولا يدير التخلط فضل فضل كله والعشق ديالو او انت دروك حريفي انا حريفي دابا كله والعشق كل شيء هو ديالو هو اتي اتي كله بغا يطلع ليه بالنسمه ديالو نعم كتيدير بالتخليطه كتيدير انت اش تشرب انت بالدار اش تدير؟ انا خلطت الله يسر الامور الله يسر الامور خليك تبارك الله عليك واحد المواطن ها هو سولو ايه نشوف سير عزيز الحمد لله انهم مراكشيين هادشي اللي كاين الحمد لله انهم مراكشيين دائما ولفونا بالدعابه ولفونا يعني تبارك الله ما شاء الله انه الناس ديال مراكش والناس كلشي نصوروا
تبارك الله ما شاء الله، واخا رمضان والجو يعني بدا تيسخن شي شويه الحمد لله، ولكن تنشوفوا انه الخير كاين، يعني كاين البروج، كاين الفليويه، كاين العاجي، كلشي من كما تيقول الشريف يعني من ديال طريق وريكات السلطان كما تشوفوا. يعني كذلك التخالط كان تيكون شويه اقبال على التخالط بشكل كبير، لانه هما اللي تيتفتوا، هما اللي تيكونوا تيفضلوا من الناس بزاف في مائده الافطار، يعني التخالط يديروا مع اتاي طبيعة الحال، باش انهم تنعرفوا كان الناس مغاربه بزاف تيفضلوا انهم يشربوا اتاي فوق الافطار ولا فوق السحور، يعني تنعرفوا انه اتاي هو الرمز ديال المغاربه، رمز ديال الخير ورمز ديال الاستقبال بالنسبه للمغاربه بصفه عامه. وتنشوفوا كاين اللويزة وكاين يعني كل شيء الحمد لله يعني متوفر في هذه السنه، فعلا كاين زياده بحالهم يعني درهم ونصف بالنسبه لاتاي، ولكن الحمد لله على كل حال يعني كاين الخير موجود كما تشوفوا معنا. وبقى لي نشكركم، تنشكركم اللي بيجي ياخذ النعناع يجي النمره 12 هنا في ساحه جامع الفنا، وسعد الفتاح هو معنا، تلاقينا الله يكبر بك. دروك اليوم تصادفنا مع ما معمر عطيه ما حتى شي حاجه، وهادشي اللي عطى الله، حنا في رمضان هو هذا. الله يكبر بك. اذا نتمناو الخير ان شاء الله، وشكرا لكم متابعينا، الى لقاء مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي.